السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الاتش بي اللي موديلها مثل ما ظاهر امامكم 15 BA 08 NT، 15 شريحة BA 08 NT. مشكلة هاي اللابتوب اخوان انه تشتغل وكأنما تريد تعرض صورة، يعني تتغير لون الشاشة وما تعرض بيانات. خلينا نشوفكم حالتها سوا. نربط الشاحن باللابتوب وإذا جينا شغلنا الجهاز بهذا الشكل، مثل ما تشوفون لون الشاشة تغير وماكو أي بيانات على الصورة. طبعا جربنا تصفير أداة البايز عن طريق انتزاع بطارية الـ RTC، بقت على نفس الحالة. ولو جينا رفعنا الفولتيات وتأكدنا من سلامة الدوائر بشكل سريع، راح نشوف انه الدوائر جميعها سليمة مثل ما راح تشوفون. نبدأ من هنا ونشوف هاي الدائرة 1.3 فولتية الرامات، 1.0.9، 0.9، 0.9، 1.5، 3.1، 1.2، 0.8. ولو جينا قسنا فولتية البايز 3.3 مثل ما واضح أمامكم، جميع الفولتيات على البورد موجودة والجهاز ما يعمل. شكيت بالرامات أيضا، قمت باستبدال الرامات وبقت على نفس الحالة، حاليا بنسبة 90%. مشكلتنا محصورة بالبايز، وممكن باحتمال ضعيف انه يكون شيبسيت الكارشاشة بتلف او بمشكلة، فراح نستبعد الشيبسيت حاليا ونشتغل على موضوع البايز، وبعدها نشوف شنو راح نحصله من نتائج. خليكم متابعين. يا اخوان، بما انه الجهاز اتش بي وحديث، فراح نستخدم طريقة يعني إعادة برمجة شريحة البايز عن طريق الفلاش. وأني خلف الكاميرا هيئت ملف البايز على الفلاش، وراح أترك لك طريقة تهيئة ملف البايز لأجهزة الاتش بي الحديثة على الفلاش، وكيفية إعادة برمجة شريحة البايز عن طريق اليو اس بي بورت. راح يظهر أمامك الفيديو حاليا فيها على الشاشة، وأيضا راح أترك لك إياه في صندوق الوصف. خلينا نبدأ عملية إعادة برمجة شريحة البايز عن طريق اليو اس بي. أول شيء خلينا نربط التستر مال اليو اس بيات، ونقوم بعملية فحص سريعة ونتأكد من انه مشكلة الجهاز مو بالشاشة ولا بالفلاتة، لانه ممكن يكون سبب العطل هو مشكلة بالشاشة او بالفلاتة. فنشغل الجهاز مع ربط التستر مال اليو اس بيات. مثل ما تشوفون هنا التستر مال اليو اس بي قاعد يحاول يتواصل ويا البي سي اج، ولكن دون جدوى، دلالة على عدم عمل الجهاز بأي شكل من الأشكال. هنا نطفي الجهاز ونبدأ عملية برمجة شريحة البايوز بواسطة الفلاش. طبعا هاي الطريقة مشروحة على القناة، راح يظهر أمامكم الرابط مال الدرس كيفية إعادة برمجة شريحة البايوز لأجهزة الـ HP بواسطة الـ USB. مثل ما شفنا ربطنا الفلاش والتستر مربوط عندنا، خلينا نبدأ عملية برمجة شريحة البايز اوفر يو اس بي. نربط الشاحن بالجهاز ونضغط على حرف البي من الكيبورد ونشغل الجهاز. بسم الله، ما تمت العملية. لو تمت العملية ما كان انطى نفس العارض. خلينا نكرر العملية مرة اخرى، مع هالمرة مع الويندوز، زر الويندوز وزر البي، ونشغل الجهاز. مثل ما تشوفون الجهاز ما قاعد يبلش عملية برمجة شريحة البايز بأي شكل من الأشكال، لا ويا حرف البي ولا حرف الويندوز والبي. دلالة على شنو؟ دلالة على انه ممكن تكون هذا البورد يعني صاير بيه اشكال، بحيث ما قام يدعم عملية البرمجة اوفر يو اس بي. فخلينا نروح نبرمج شريحة البايز يدويا عن طريق المبرمجة ونشوف شنو النتائج اللي راح نحصلها. خليكم متابعين.
يا شباب، جينا على الملف الثاني. خلينا نروح مباشرة إلى وضع الهاند. مثل ما تشوفون هاي اللابتوب أمامكم وهاي المبرمجة. خلينا نجي نرفع شريحة البايوس حتى نقوم ببرمجتها يدويا أو عن طريق المبرمجة. رفعنا الشريحة مع البايوس، خلينا نخليها على المبرمجة باتجاهها الصحيح بهذا الشكل. خلينا نروح إلى وضع الديسكتوب ونربط المبرمجة على الكمبيوتر. افتح برنامج المبرمجة ديفايس اوتو ديتكت، اختار الشريحة ونجي نعمل ريد، نقرأ السوفت وير اللي عليها، نخزن السوفت وير على سطح المكتب، خزننا ملف، نحذف الملف الموجود على الشريحة. عملية الحذف صارت سريعة كأنما ما طبيعية، نحذف مرة أخرى. طيب لود الملف مال البايز منزله اني، مو هذا، هذا ملف في البايز جديد. ليس البروغرامينج على الشريحة، نزلنا السوفت وير الجديد على الشريحة. نجي نعمل لي فيريفاينج، الفيريفاينج انطاني ايرور، والأضوية مال الشريحة صارت، الأضوية مال المبرمجة صارت حمر. وعندنا إشكالية يا إخوان، ننزع، نربط الشاحن، نربط المبرمجة مرة أخرى، خلينا نمسحها مرة أخرى. المسح جاي سريع عندي بشكل سريع. زين مسحنا، خلينا المبرمجة مرة أخرى، ناخذ البرنامج ونقول له بروجرام. زين فيريفاينج مرة الأخ إيرور. اخوان عندنا مشكلة اعتقد بالشريحة مع البايز نفسها، شريحة البايز بها خلل، ولهذا هذا يفسر عندنا انه ليش ما الجهاز ما قاعد ياخذ سوفت وير من اليو اس بي. فهاي الشريحة راح نقوم باستبدالها ونكمل سوية. خلينا نخلي الشريحة على جنب ونأمن شريحة ونرجع لكم، خليكم متابعين. في شباب طبعا بعد تأمين الشريحة من بورد كسر، هاي شريحة متوافقة مع هذا البورد. وطبعا لمعرفة كيفية اختيار شرائح البايز المتوافقة مع المذربوردات راح اترك لك فيديو بصندوق الوصف على قناة ريفرنس للمهندس محمد عرام، يشرح بي كيفية معرفة الشرائح المتوافقة مع البورد اللي قاعد تشتغل عليه في حالة تلف الشرائح. حاليا هاي الشريحة سليمة وهاي الشريحة تالفة. راح نخلي هاي الشريحة على المبرمجة ونبرمجها بالمبرمجة بهذا الشكل. هاي الشريحة انتزعناها من جهاز آخر. نجي نمسح الشريحة ومعلومات الشريحة. عملية المسح مثل ما تشوفون المرة أخذت وقت. قبل شوية ممكن أدوس على عملية المسح بثانية واحدة يقول يتم المسح. شوف حاليا عملية المسح نظامية وطبيعية على الشريحة الجديدة. هذا يدل على انه الشريحة سليمة بإذن الله وامورنا طيبة. زين تم المسح حاليا. نود نعمل لود ونجي ناخذ السوفت وير اللي حملنا من النت هذا ونقوم ببرمجته على الشريحة الجديدة. تمت عملية البرمجة اخوان حاليا. خلينا نجي نلحم الشريحة على الجهاز ونروح نجرب النتيجة السوية، خليكم متابعين. طبعا الرجل معذرة ما جال تشوفون، المفروض كان اغير لكم الكاميرا على وضع الهاند. رجعنا الشريحة الجديدة اللي لحمناها على البورد، فخلينا نروح نجرب النتيجة ونشوف راح نحصل على صورة ولا لا. طبعا بعد ما شحنا الشريحة الجديدة بسوفت وير جديد من النت، خليكم تابعين. اي شباب حاليا خلينا نجي نشغل الكمبيوتر ونشوف راح نحصل على صورة ولا لا. نربط الشاحن على الجهاز ونسمي بسم الله. الجهاز اشتغل مثل ما تشوفون. هالمرة اشتغل الجهاز ولون الشاشة ما تغير معايا مثل ما تشوفون اخوان، يعني كأنما الملف اللي نزلناه من النت بإشكالية. خلينا ننتظر ثواني شوف، لأنه مرات إذا تشحن شحن البايز لازم تنتظر ثواني
لحد ما الجهاز يقلع. ما حصلنا على صورة اخوان، والجهاز اصلا الشاشة مالته ما تغير لونها مثل الحالة القديمة، هو صار تغيير بس تغيير تقريبا نحو الأسوأ. طيب حاول نطفي الجهاز، ما يطفى. نربط التستر مال الرام مال العذر مال اليو اس بي، تستر اليو اس بي يقول انه الجهاز ما اشتغل مثل ما تشوفون. ربطنا التستر، الجهاز ايضا ما اشتغل على بعد استبدال شريحة البايز وشحنها. طيب نفصل. هسه بعد ما بدلنا شريحة البايز خلينا نحاول نشحن البايز اوفر يو اس بي، لان ممكن يكون سبب عدم قبول السوفت وير سابقا هو تلف الشريحة مثل ما شفتوا. فنربط الفلاش مال البايوس. هسه حاليا صار عندنا فلاشين، التستر مال اليو اس بي والفلاش اللي بيه سوفت وير البايوس لهذا الجهاز. راح نربط الشاحن وندوس على الويندوز والبي ونشغل الجهاز. طبعا خلي احكمهم بهذا الشكل، ويندوز وبي، واشغل الجهاز. خلينا نحاول مرة أخرى. خلينا نجرب ننتزع بطارية البايز، نغير مكان الفلاشات والفلاش والتستر. بي شغل الجهاز. ايضا ما بلش ويندوز وبي، ونشوف نجرب هالمرة. ما شكله راح يقلع الجهاز اخوان. شكي محصور، لا زال محصور بالبايز. اعتقد الملف مع البايز اللي نزلته من النت واستخدمته باشكال. راح اروح اجرب برمجة شريحة البايز بسوفت وير من مكان اخر واجيكم ونشوف النتيجه سوية. خليكم متابعين. ايه شباب، برمجت الشريحه مال البايز بسوفت وير اخر، خلي نشوف راح نحصل على نتيجه مغايره او لا. نربط الشاحن، بسم الله الرحمن الرحيم. شغل الجهاز، اشتغل ضوء التشغيل، بسم الله. يا شباب طبعا من سوء حظي انه الشريحة اللي قمت باستبدالها اول مرة طلعت بها ايضا بها مشكلة يعني. فصراحة ظليت اشك بالبايوس لانه شفت التغيير اللي صار بالحالة بعد استبدال الشريحة الاولى. فقمت باستبدال الشريحة مال البايوس بشريحة ثالثة وشغلت الجهاز. خليني اشوفكم مثل ما تشوفون بعد استبدال الشريحة مال البايوس للمرة الثالثة اشتغل الجهاز. وعرضت صورة حتى اذا تشوفون كتابه بالصيني. فخلينا ندخل على شريحه البايز ونغير اللغه مع البايز الى اللغه الانجليزيه. غيرنا اللغه الانجليزيه، نخزن F10، نطلع طبع البايز مره اخرى. مثل ما تشوفون اخوان الجهاز اشتغل، ولكن مثل ما تعودنا دائما انه ما نثق بنسخ البايز الخاصه او اللي نحملها من النت خاصه باجهزه الاتش بي. فراح نقوم بإعادة برمجة شريحة البايوس بالنظام الأصلي اللي نزلناه حسب موديل الجهاز من موقع الشركة. فخلينا نطفي الجهاز. طفينا الجهاز، راح نربط الـ USB بهذا الشكل وندوس ويندوز وبي، ويندوز وبي، ونشغل الجهاز. ننتظر عملية إقلاع الجهاز وبرمجة شريحة البايوس، ننتظر ثواني. مثل ما تشوفون بلشت عملية البايز ابديت. حاليا العملية قيد التقدم، خلي ننتظر. طبعا اخوان اللي خلاني اصر على انه المشكلة بشريحة البايز او بنظام شريحة البايز وليس بمعالج الرسومات هو انه المجموعة مال التبريد نظيفة وما بها اتربة وما اكو دلالة قطعية على وجود مشاكل حرارة بالجهاز قبل ما يتلف. ولهذا رحت على انه البايز هو التالف او شريحة البايز هي اللي ف
فعلا طلعت تالفة وقمنا باستبدالها ومن سوء حظنا بعد عملية الاستبدال الأولى ما حصلنا على نتيجة يعني إيجابية، فاستبدلت الشريحة بشريحة ثالثة والحمد لله مثل ما تشوفون الجهاز اشتغل، وحاليا جاي نقوم بعملية برمجته بالنظام الأصلي اللي الشركة موفرتها على موقعها الإلكتروني. فراح ننتظر تقوم يعني تتم عملية البرمجة ونفحص الجهاز سويا إن شاء الله. خليكم متابعين. مثل ما تشوفون اخوان قمنا بحل جميع المشاكل، هسه بقعد عندنا مرحلة واحدة نضبط التاريخ ونجرب فتح الجهاز. خلينا نشوف راح يقلع من الهارد ديسك وراح يشتغل بشكل طبيعي ولا راح تواجهنا مشاكل. خليكم متابعين. نضبط عدد الاقلاع. سكيور بوت. خلينا نجرب اول مرة يو اف اي. UFEI اعتقد النظام الاقلاعي MBR فنغيره الى MBR او Legacy. Legacy Support نعملها Enable ونقول له Yes. F10 Enter. مثل ما تشوفون فتح عندنا الويندوز. خلي يشغل الجهاز بشكل كامل. مثل ما تشوفون شباب فتح الجهاز وبشفرة على الويندوز، فما راح نقدر نصل الى الويندوز، ولكن الجهاز يبين انه شغال بشكل سليم. لا تنسى تراجع الفيديوهات اللي راح اترك لك اياها في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فيديوهات مهمة جدا متعلقة بهذا الشرح. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. كوميكم سيف قدامي من قناة قدامي تك فيما الاخوان.